أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي قاسم الدعمي، من العراق، محافظة النجف الأشرف، ناحية الحيرة. مسابقة البيان أراها مسابقة جيدة جدا. نحن نحتاج إلى مثل كذا مسابقات ترفد العملية أو الساحة الأدبية والثقافية، خصوصا في مدح أهل البيت عليهم السلام. قصيدة للإمام علي. أقول: الشعر منظوم إليك ليستغلك، ما قدره يا سيدي والقدر كلك، إن الصباح توقدت أضواء وتقعرت كل الجهات بظلك. هذا، وأيضا أنا أحب اقتناء هذا النوع من السبح. الضوء يغرق في وضوح لثامك، الضوء يغرق في وضوح لثامك، والشمس بصمتها صدى إبهامك، أثر جيع رئاته وطنا لهيبته على أقدامك، يأتي إلى الأيتام قمحك شرعا وشراعه متأبط بحمامك، في قارب موج السمار خماره، الدهر طيبته رغيف كلامك، الحب سلمه تسلق في الهوى حتى تجلى حبه بغرامك، الماء يسقيه الذبول، الماء يسقيه الذبول بأرضنا، فأفاضه شرفا هطول غمامك، شرفات أوراق الضمير تعلقت حبرا عراقيا بخط حسامك، إن البيان بيان ثغرك سيدي، وأميره عبد لدى أنغامك.